مرحبا، يعطيكم العافية. أنا رند. اليوم بدي أحكي لكم عن كتب أنا قرأتها بالفترة الأخيرة. هي مش فترة قريبة، هي فترة من زمان يعني بالسنة تقريبا الأخيرة، بس الكتب اللي عن جد حسيت إنها هي تستاهل إنه ينحكى عنها، وكتب عن جد حلوين. فإذا حابين تعرفوا هاي الكتب كملوا معاي لآخر الفيديو، وبالذات كتابي المفضل اللي قرأته بالسنة الأخيرة وححكي عنه آخر كتاب. فإذا حابين تعرفوا شو هو خليكم لآخر الفيديو. أول شيء بدي أحكي لكم إياه إنه معظم الكتب، كتير من الكتب اللي أحكي لكم عنها اليوم، كتب أنا سمعتها صوتيا. آخر فترة صايرة أحب الكتب الصوتية كتير، لأنه وقتي مش كتير عم بسمح لي إني أقعد وأقرأ، بينما أنا مثلاً بقدر بشغلي أو بقدر بظروف تانية إني أسمع. صرت كتير أحب الكتب المسموعة أو الصوتية، لأنه صرت أحس حالي بمشي بالقراءة، لأنه دائماً كنت أحس إنه إذا ما عندي وقت أقرأ خلاص انتهى. صرت أحس إنه معي مجال إني أعوض بالقراءة بأشياء مسموعة. وفي كتب مثلاً مرات ممكن أكون مستصعبتها، أو في كتب ماكلي هم إني أبلش فيها، صرت لما أسمعها أحس إنه أخف علي. فكذا كتاب من اللي راح أحكي عنهم اليوم هم كتب أنا سمعتهم ما قرأتهم. هلا خلونا نبلش بالفيديو. اول كتاب هو كتاب So Good They Can't Ignore You. بصراحه انا ما قرات الكتاب، انا سمعته صوتي، بس بعدين لقيته بمعرض بيج باد وولف اللي عملوه بدبي. الكتب كانت فيه كتير مخفضه، لما لقيته سوفت كفر، لاني انا دائما بلاقيه هارد كفر بالمكتبات وب 20 درهم ولا ب 18 درهم، فرحت شريته لاني حبيت الكتاب كتير فخليته معي. بس انا صراحه سمعته صوتيا. الكتاب هذا باي كال نيوبورت. حبيت هذا الكتاب لانه اعطى وجهه نظر مختلفه على كتير اشياء، بالذات على موضوع الشغف. وانا عملت لكم عنه فيديو اسمه هل لازم تحب شغلك، فحبيت وجهة نظر هذا الكتاب لأنه حسيتها واقعية أكثر ومختلفة عن كل الأشياء اللي دائما تسوق إلنا. حسيته حقيقي أكثر وبيشبهنا وبيشبه الأشياء اللي بتصير مع الأشخاص حوالينا أكثر، كلامه منطقي. هذا الكتاب رح يكون كتير مفيد للناس اللي أوريدي ببيئة العمل، أو الناس اللي جديد بدها تدخل على بيئة العمل، للخريجين الجداد، لأنه بيطرح وجهة نظر منطقية وواقعية غير الأشياء اللي دائما يسوق لإلها اللي ممكن تودي الواحد بستين دهية. الكتاب كتير عجبني لأنه عملي جدا. الكتاب الثاني هو مش كتاب على قد ما هو كتيب، يعني إشي كتير صغير، 40 صفحة، ينقرأ بقعدة واحدة وكتير بسيط والخط فيه كبير ولغته كتير سهلة. اسمه We Should All Be Feminists لشيماماندا نغوزي. المهم هذه الإنسانة. اوكي، الكتاب بيحكي عن النسويه وليش كلنا لازم نكون نسويين. كتاب ما في إشي جديد، يعني هو ما بيحكي إشي جديد، ما جابت إشي جديد، بس هو بيحكي اشياء كلنا احنا بحاجه انه من وقت للتاني كلنا ان نتذكرها. فحبيت بالكتاب بساطته بس قوه النقطه اللي بده يوصلها، وحبيت اسلوبها كتير. وي شود اول بي فيمينست، انا مع كل الكلام اللي بهذا الكتاب، لانه مش ماخذ اكستريم بس كلام صح منطقي واقعي وكلنا بنعيشه. يعني هي بنيجيريا عاشته واحنا بكل مكان بنعيشه. اذا بدكم تشوفوا مقاطع انا حبيتها من هذا الكتاب شاركتها معكم على الانستغرام، احط لكم هايلايت عندي بالانستغرام، روحوا هناك شوفوا اقراوا مقاطع من هذا الكتاب اساس تشوفوا حتحبوه ولا لا. بنصح الكل يقراوا خاصه البنات. ثالث كتاب رح احكي لكم عنه هو كتاب سمعته صوتي عشان هيك مش موجود معي، رح احط لكم صورته هون. اسمه Atomic Habits، يعني العادات الذريه، لجيمس كلير. احنا دائما لما نحكي عن العادات وقوه العادات واي شيء بدنا نحكي عن العادات نحكي عن كتاب The Power of Habits أو قوة العادات. قوة العادات تحسه كتاب علمي، خلينا نقول أكتر، أو عام، يعني بيحكي عن الموضوع من ناحية علمية scientific. بس هذا الكتاب لا، بيحكي أنت كشخص فيك تاخد منه نصائح وفيك تاخد منه tips تطبقها أنت بحياتك، كتير أسهل من هذاك الكتاب. هالكتاب أنا سمعته صوتي وبنصح فيه صوتي لأنه هو بصوت جيمس كلير، كما أنا سمعته اللي هو الكاتب. شفته بالمكتبة للكتاب، الكتاب كبير، يعني حسيت إنه ما في داعي ليش كل هذا، شو حاطين فيه يعني. حتى فكرت إنه يمكن نسخة صوتية تكون مختلفة عن النسخة الورقية. بنصح فيه صوتي لأنه واضح وفيك تاخذ منه كل النقاط والتبس. بتعرف كيف يعني كتب العادات، أي شخص فينا من أي فئة دائما عنده عادة بده يبنيها أو عادة بده يكسرها، فبفيد كتير إنه الواحد يرجع لهيك كتاب. بنصحكم فيه وبنصحكم تشوفوا الفيديو إذا مش حابين تقرأوا الكتاب. الفيديو تبعي تقريبا في كل التبس اللي ممكن تحتاجوها من هذا الكتاب أو اللي حتفيدكم تطبقوها بحياتكم اليومية. كمان من الكتب اللي كتير بحبها وكتاب يعني اللي قرأته تقريبا سنة ونص، بهاي السنة ونص رجعت له كتير مرات، وهو من هذا النوع من الكتب الواحد حيضل يرجع له لانه احنا بحاجه للإشي اللي فيه، خاصه انا بحاجه للمسج اللي فيه. حتى هلا رجعت له عشان اقدر اصور فيديوز. هو كتاب The War of Art by Stephen Pressfield. هذا الكتاب انا عملت لكم عنه فيديو اسمه ما هي حرب الفن، كمان حط لكم اياه هون. انا حاسه عم بعمل دعايه للفيديوهات تبعوني، بس لانه عن جد لما احس الكتاب حلو في هيك إشي، في قيمه لازم تتشارك، فبعمل عنه فيديو كامل. فهذا الكتاب سواء الكتاب تبعي او الفيديو، انا مرات ما بقدر احضر الفيديو تبعوني واقعد اسمع صوتي، فبرجع للكتاب. هذا الكتاب لاي حدا بيواجه اي نوع من انواع المقاومه تجاه
وجهها انه يعمل اشياء او يشتغل يطلع برا دائره الراحه تبعته من ناحيه الشغل ومن ناحيه الشغل الابداعي تحديدا. فحتى كل ما تحس حالك انك تقريبا بنشر انا بقولها او موقف او حاسس حالك ستك او حاسس حالك ما عم تمشي او خايف او عندك شك او اي نوع من انواع المقاومه اللي بتجيك لحتى تشتغل او تشتغل على حالك، هذا الكتاب انا دائما برجع له. وزي ما حكيت لكم اذا مش حابين تقراوا الكتاب، مع انه الكتاب كتير قصير واسلوبه كتير بسيط وصفحاته حتى يعني مش كامله زي ما انتم شايفين، بس كتير مفيد وكتير مخططه فيه اشياء. بس اذا مش حابين تقراوه عندكم الفيديو اللي انا عملته، الكتاب الخامس السادس ما بعرف وين وصلت، بس كتاب اسمه Man's Search for Meaning، رجل يبحث عن معنى. كاتب هذا الكتاب فيكتور فرانكل، هو اصلا طبيب نفسي. هذا الكتاب بيحكي عن شغله اسمها لوجو ثيرابي. كلمه لوجو باليونانيه يعني معنى، هي الثيرابي بانه الواحد يعطي لحياته معنى. الكاتب اللي بيحكي عنه بهذا الكتاب كيف انه الناس اللي لقت لحياتها معنى هي الناس اللي نجت، وكان المعنى هذا اللي هم شايفينه بحياتهم هو كانه مصدر للدعم ومصدر للامل ومصدر للالهام والتحفيز. هو هذا حافز لهم انهم هم يتخطوا الاوقات الصعبه اللي مرقوا فيها، زي ما هو اعطى مثال بالسجون النازيه بالمانيا. على فكره هذا الكتاب من الكتب المفضله لكثير ناس معروفين ومشهورين، زي مثلا توني روبنز هذا من كتبه المفضله، واحمد شقيري هذا من كتبه المفضله. الكتاب كثير معروف ومشهور والريتنج تبعه عالي على الجود ريدز. اوكي هذا الكتاب احكي لكم مقسم الى قسمين. القسم بيحكي فيه عن هو كان مسجون بالمانيا بالسجون وقت الحرب النازيه، فبيحكي عن التعذيب والظلم والقهر اللي شافوه بالسجن. كثير مؤلم النص الاول بالكتاب، وبالنسبه لي صراحه كان ممل، زهقت من الكتاب وتركته. بعدها بسنه رجعت كملت النص الثاني بالكتاب، جدا حلو جدا رهيب، بس النص الاولاني بالنسبه لي ممل وفي اعاده وتكرار كثير. بس لما اقرا الريفيوز على الجود ريدز عن هذا الكتاب الناس بتحب كل اجزاء، بس انا ابدا ما حبيت الجزء الاولاني. وحتى لما رجعت كملت الكتاب كملته، ما رجعت حتى الجزء الاولاني لانه حسيت انه وصلت الفكره. اوكي ما في داعي للوصف الزايد، اجمالا ما بحب الوصف الزايد بالكتب، انه خلص اوكي تعذيب وقهر وهذا خلص ما في داعي. بس هو بشرح هيك لانه بده يفرجي انه كيف الناس رغم انه مرقوا بكل هاي الظروف وبكل هذا التعذيب وبكل هذا الاسى بالسجون بالمانيا بالسجون النازيه، الا انهم لانه هم شافوا انه في معنى لحياتهم نجوا من هذا الموضوع وطلعوا منه. والناس اللي ما لقوا معنى لحياتهم وما كانوا حاسين انه لحياتهم لهم معنى استسلموا فورا. الكتاب كتير مفيد وكتير حلو، يمكن حتى اي حدا عنده اكتئاب او اي حدا حاسس انه بده يستسلم هيك من الحياه او حاسس حياته ما لها معنى او حاسس حاله هيك فاقد الامل بالحياه، بحس اذا قرأ ما يقرأ الجزء الاولاني من الكتاب لانه حيكتئب بزياده، بس يقرأ الجزء الثاني من الكتاب لانه عن جد عن جد مفيد ورح يعطيه هيك امل. اوكي هذا الكتاب كمان قرأته سمعته صوتي، وكتاب اسمه فلو يعني التدفق. لا ادعوا لي بس انا اعرف احكي الاسم هذا صح، انا سمعته كذا مره على اليوتيوب فبتحكيهم زي ما هم بيحكوا، اذا بتحاولوا تقرأوه بتفوتوا بالحيط. اسمه ميهاي شيزكن ميهاي. عن هذا الكتاب كان من الكتب اللي انا ندمت اني سمعتها صوتي ما قرأتها قراءة. ليش؟ لأنه سمعتها صوتي وسمعتها بصوت الكاتب، مش قصدي إشي، بس الكاتب شوي كبير بالعمر وبيحكي كل الكتاب هيك بتون وحدة نايمة، ما بحسسك إنه هلأ عم بحكي إشي مهم ولا هلأ عم بحكي نقاط ولا هلأ عم بحكي قصة ولا هلأ عم بحكي مثال ولا هلأ عم بحكي بداية ولا هلأ عم بحكي خاتمة. لا وكله نفس النبرة كله نفس الأسلوب. طبعا هو كاتب يعني عامل بحث وتعبان وكذا، أنا بحب أقرأ بحب أسمع الكتاب لما الكاتب يكون نفسه هو اللي عم بيقرأه. هذا شوي اندمت لأني حسيت إنه تمنيت إني أسمعه بصوت حدا شوي أعرف وين الأشياء المهمة. يعني لما جيت أخذ نوتس من الكتاب ما حسيت إني عم باخذ نوتس، أنا مش عارفة وين النوتس أصلا. أنا لو بدي أرجع الكتاب برجع بقرأه بالنسخة الورقية تبعته ما بسمعه مرة تانية. بس الكتاب عجبني. شو هي حالة التدفق؟ هي الحالة اللي بيوصلها الإنسان لما يكون عم بيشتغل وكتير منسجم وكتير منهمك بالشغلة اللي عم بيشتغل فيها، فهو كل تركيزه على الشغلة اللي هو بيشتغل فيها، فبيدخل بحالة اسمها حالة التدفق اللي هي الفلو، بيطلع معه إشي أحسن. يعني حتى لو قعد وقت أقصر على الشغلة بيطلع معه أشياء أحسن وبينتج أكتر لأنه هو مركز كتير في تركيز كتير كبير على هاي الحالة وهو مش حاسس حواليه. طبعا كلنا يعني يمكن جربنا بحياتنا إنه كنا عم نشتغل على شغلات، بالذات الأشغال اليدوية، الناس اللي بترسم يمكن تعرف هذا الاشي، او الناس اللي تشتغل فخار. انا لما كنت اشتغل فخار كنت انسى الدنيا، بالذات هاي الاشغال اليدويه اللي الايد بتكون شغاله فيها، الواحد بفوت فيها هيك بمود وبينسى اللي حواليه وبيكون بس منسجم بالشغله اللي عم تعملها ايده او الشغله اللي هو عم يشوفها. هاي الحاله هي اسمها حاله التدفق. فهو بيحكي انه مستحيل احنا نوصل
نوصل لحالة إبداع كاملة إلا إذا دخلنا بحالة التدفق هاي. التركيز هذا الكبير بشغلة معينة هو اللي بيوصلنا لنتائج حلوة أو لأشياء جديدة وإبداعية أو نتائج مميزة. فهذا الكتاب بيحكي عن أربع عوامل بسميهم الفور أفس اللي هم رح يخلوك توصل لمرحلة التدفق، اللي هم الفوكس، الفريدم، الفيدباك والفور بيرسنت تشالنج. عجبتني الفور بيرسنت تشالنج، بقولك إنه لما يكون عندك مهمة فيها تحدي 4% تقريبا، هاي النسبة اللي هي الوسطية الحلوة اللي بتخليك توصل لأنت لنتيجة إنك أنت حابب هذا التحدي وحابب تشتغل عليه. فهي مش إنها بتتحداك كتير لدرجة إنك أنت عندك مقاومة إنك تشتغل، بنفس الوقت مش قليلة كتير إنك أنت ما عندك حماس، إشي ما عم بحمسك، ما في تغيير إلك أو ما في إشي جديد لإلك، ما في إشي حيحمسك تكتشفه. فالكتاب حلو، بس زي ما حكيت لكم اسمعوه، اقرأوه بالنسخة الورقية. في كتاب كمان كتير حبيته وسمعته صوتي اسمه Becoming لميشيل أوباما. هذا الكتاب كتير مشهور ومعروف، يمكن كل الناس قرأوه، أظن موجود مترجم، اسمه وأصبحت. الكتاب هذا كان كتير حلو، أنا سمعته صوتي وكتير مبسوطة أنا سمعته صوتي. أول إشي لأنه الكتاب كتير كبير بالمكتبة وهارد كوفر، فحسيت إنه ما حيكون حتى مريح بالإيد لما أمسكه. هو كتاب سيرة ذاتية لميشيل أوباما. ميشيل أوباما هي كانت السيدة الأولى بأمريكا، زوجة أوباما، شو اسمه، باراك أوباما. هو طويل 19 ساعة وشوي على أودبل، سمعته بصوتها، بصوت ميشيل أوباما. طريقة إلقائها كتير حلوة، طريقة كتابتها كمان حلوة، تحكي من قلبها وهي بتحكي. أنا لما بدأت أسمع الكتاب كنت كتير متحمسة أوصل للبارت اللي هي صارت فيه السيدة الأولى بأمريكا، والجزء اللي هم فيه صاروا بالبيت الأبيض. لما قرأت الكتاب بالعكس حبيت الأجزاء اللي قبل أكتر، أجزاء طفولتها وأجزاء مراهقتها ولما هي درست ولما صارت محامية ولما تعرفت على باراك أوباما. قصة حبهم كتير حلوة، هيك بسيطة بس كتير حلوة. كتير حتى بالكتاب هي بتشكي إنه هي ما كانت حابة السياسة، ما كانت حابة تصير السيدة الأولى، كانت تعيش حياة طبيعية بسيطة، وكان بهمها كتير إنه بناتها يعيشوا حياة طبيعية بسيطة. كل الموضوع كان هي فيه مش مرتاحة أصلاً، وحسيت الكتاب كتير حلو لأنه بيحكي عن كل مراحل حياتها. فكل حدا فينا بحس بالذات البنات يعني رح نحس إنه إحنا بتشبهنا بأجزاء كتير من حياتنا. لما هي بتحكي عن حياتها بتحكي عن كل العوامل، العنصرية، الحب، الزواج، الأهل، الأمومة، السياسة، الدين، الصحة، كل 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 إشي بتحكي فيه، كل إشي بتحكي فيه. فالكتاب كتير حلو هيك وممل، مش ممل، كتاب حلو وملم، مش ممل، ملم. مقولات المفضلة من هذا الكتاب والاقتباسات اللي أنا حبيتها فيه أخذتها وحطتها عندي بالإنستغرام على ستوري، كمان حط لكم هلأ هون صورتها. فإذا حابين تشوفوا شو مقولاتي اللي أنا حبيتها وتاخدوها تعملوها سكرين شوت أو تشوفوا تاخدوا فكرة عن الكتاب، راح أحط لكم الهايلايت يعني حسابي بالإنستغرام، عملوا لي فولو أو روحوا شوفوا الستوري على الإنستغرام بالهايلايت حط لكم إياها. هلأ الكتاب هذا الأخير اللي حكيت لكم إنه هو كتابي المفضل، هو كمان كتاب سيرة ذاتية. زي ما حكيت لكم أنا صايرة كتير أستمتع بكتب السيرة الذاتية جدا، وكان هذا الكتاب أول كتاب خلاني أكتشف كتب السيرة الذاتية. طبعا ليش أنا هذا الكتاب حكي لكم قصة هذا الكتاب، ليش قررت إني أنا أقرأ؟ أنا عمري ما قرأت كتاب سيرة ذاتية، كنت عم بقرأ كتاب Tools of Titans لتيم فيرس، كان الجزء اللي بيحكي عن كيسي نايستات. ما بعرف إذا تعرف كيسي نايستات، هذا فيلم ميكر كتير مشهور على اليوتيوب، فكان بيحكي إنه كتابه المفضل هو هذا الكتاب. فأنا استغربت إنه ليش أي إنسان بالدنيا حيكون كتابه المفضل سيرة ذاتية، يعني كتير غريب. فصار عندي كتير فضول إني بدي أقرأ هذا الكتاب، وأنا أريد كنت حابة إني أنوع بقراءاتي، فقلت يلا فرصة إني أعرف هذا الكتاب. هذا الكتاب كتير مشهور والريتنج تبعه كتير عالي على جود ريدز والناس بتحبه، وكتاب له شعبية. هو كتاب الأوتوبيوغرافي لمالكوم إكس. أول إشي خلينا نحكي عن الكتاب، إنه شوفوا يعني سوفت كفر، فما في داعي للفزلكة والهارد كفر اللي بوجع الإيد وإحنا بنقرأ. وحجمه حلو والكفر كتير حلو، يعني الكتاب كتير حلو ويعني وحجمه بيرفكت. طبعا أنا كنت خايفة أبدأ فيه لأنه شوي كبير، بس بدأت فيه بالطيارة، كنت مسافرة بدأت فيه بالطيارة وما قدرت أتركه، ما قدرت أتركه. هذا الكتاب فيه كمية مشاعر، يعني الواحد كيك في هيك كمية مشاعر فظيعة. أنا يومها كنت بالطيارة كنت عم بقرأه، وفي وحدة من الوحدات قعدت أعيط وأنا بقرأها، وبعديها قعدت أحضر فيلم بالطيارة، فيلم وندر، ما بعرف إذا تعرفوه، كمان فيلم كتير وجع القلب، فكمان قعدت أعيط. أكيد الناس قالوا هاي مين البنت المجنونة اللي بتعيط لحالها بالطيارة. أولا لغته سهلة، لغته مش صعبة، ثانيا مش ممل أبدا أبدا أبدا، وفي كمية مشاعر رهيبة وجميلة، وفي كمية vulnerability رهيبة وجميلة. بعد ما قرأت الكتاب قلت يلا بدي أحضر الفيلم تبعه، وكنت خايفة إني أحضر الفيلم لأنه الفيلم 3 ساعات ونص. أنا شو بدي أقعدني أقعد 3 ساعات ونص أحضر فيلم؟ أنا مش من نوع الناس اللي كتير بتحب الأفلام، ولأنه ما قلي طولة بال أقعد أحضر إشي 1.5 ساعة ولا 2 ساعة ولا 2.5 ساعة، ما بالكم لما يكون 3 ساعات ونص. فقعدت أأجل 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 إني أحضر الفيلم بعد ما خلصت الكتاب. لما حضرت الفيلم كتير كمان حبيته، طبعا حضرته على دفعات، الفيلم كتير حلو. هلأ في اختلافات شوي بين الفيلم وبين الكتاب، لأنه ما بيقدروا كل إشي بالكتاب يحطوه بالفيلم، بس الفيلم كتير حلو، تصويره كتير حلو، بس الكتاب بضل أحلى. كتاب ميشيل أوباما ممكن الناس تحبه أكثر من هذا، لأنه هذا موضوعه محدد، هذا موضوعه عن العنصرية، فهو موضوع محدد جدا. يمكن إذا أنت مش انترستد يمكن ما تحب
جنب الكتاب، مع انه الكتاب رهيب يعني، ولازم تكون اي حدا مهتم بهذا الموضوع لانها مشكله ولازم كلنا نكون مهتمين فيها وان نلاقي لها حل ونهتم بتاريخها وتفاصيلها. بس كتاب مثلا زي ميشيل اوباما وكتاب عام يعني وحده حياتها، يمكن الناس يحسوا كتاب ميشيل اوباما مش بهم اكثر، هذا بزمن ثاني بوقت ثاني، بس هذا الكتاب يعني هيك كانت يعني حتى عيطت معاه بكتير أجزاء زي ما حكيت لكم. يعني جزء لما راح على مكة وكتب لأهله الرسالة أنا بعدها أتعيط، حتى في اعتذار بآخر الكتاب كيف إنه هو بالقبل كان حتى عنصري تجاه البيض كردة فعل، فهو حاطط اعتذار وقايل إنه بتمنى أنكم تفهموني بعد اللي كل اللي أنا مرأته وأنا كاتبه بالكتاب، بتمنى أنكم تفهموني ليش أنا وصلت لهاي المرحلة. وهو بس لما راح على مكة لا عرف إنه الدين هو اللي بوحد وإنه العنصرية بس موجودة بأمريكا، إنه هو مش لازم يكون عنصري تجاه الناس البيض وإنه مش لازم يكون زيهم. وإذا بدكم شوفوا الاقتباسات المفضله تبعتي من هذا الكتاب زي ما حكيت لكم على الانستغرام في بالهايلايت بالستوري، راح تشوفوا الاقتباسات من هذا الكتاب عشان تاخذوا عنه فكره وتشوفوا اذا راح تحبوه ولا لا. هذول هم الكتب اللي عن جد مميزين وبتستاهل انه ينحكى عنها، اللي حبيت احكي لكم عنها بهذا الفيديو. اتمنى انه الفيديو ما يكون طويل وممل، هو يمكن يكون طويل بس اتمنى انه ما يكون ممل وتكونوا استمتعتوا فيه. اذا قراتوا اي شيء من هاي الكتب احكوا لي رايكم فيها، او اذا تحمستوا لواحد من هاي الكتب احكوا لي اي كتاب تحمستوا له وليش. اذا انتم قراتوا كتب حلوه بتنصحوني اقراها كمان، انا كثير بتقبل الاقتراحات وكتير بحب أعرف شو أنتوا عم تقرأوا وشو عم بتحبوا. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا له لايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب واعملوا له شير إذا بتحسوا إنه في حدا حيستفيد منه أو حيحبه، وبشوفكم مرة جاي. باي.